المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة. يقول روى أبو الشيخ ابن حبان أخذ في الكتاب، ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيف، والصواب ابن حيان. أبو الشيخ ابن حبان لا يستمع، الصواب أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب. روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق، قال شبع يوم وجوع يوم. هذا زاد على أو ضيق في الكفاف حيث قال شبع يوم وجوع يوم، لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه، وهذا بلا شك في كل يوم وليلة، وليس أن يجوع، فمن جاع لم يرزق الكفاف. وهذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله إنما فيه حظ للمسلم على أن يرضى بالاعتدال في الأمور، فما هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق وتحصيله عن القيام بما يجب عليه من الأمور، كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشك عليها بأن لا يقدم إليها حاجتها وكفافها، وما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمارة بالسوء إنما هو التجويع. وتأكيدا لذلك جاء في كتاب إحياء علوم الدين حديث طرفه الأول صحيح وطرفه الأخير باطل لا أصل له. أما الطرف الأول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا هو الصحيح. زاد في الأحياء فضيقوا مجاريه بالسوء بالجوع، ضيقوا مجاريه العروق يعني بالجوع. هذه الزيادة لا أصل لها والحمد لله، كما نص على ذلك مخرج ذات الكتاب أنا وهو الحافظ العراقي. ومن أخطاء بعض العلماء التي لا ينجو منها أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مما يذكر طالب العلم بأن الإنسان لا يزال عالما ما ظل طالبا للعلم، لأنه لا أحد يولد عالما. فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف، بين بحث وآخر، وذلك سنة الله في خلقه. وأن الإنسان لما يكون صبيا يبدأ يطلب العلم ثم لا يزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوم حتى يستوي إلى مرتبة من مراتب أهل العلم، ولكن مع ذلك لا يزال بحاجة، وبحاجة مصداق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي، تلقي الخلف عن السلف، أن يأخذ التلميذ من شيخه، وأن يأخذ الطالب من كتب من سبقه من أهل العلم ليزداد علما على علم. ومن الظاهر
أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتلقى فور ابتدائه طلب العلم، وهذا الأمر الطبيعي، أن كتاب إحياء علوم الدين فيه ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة، فهو درس هذا الكتاب وكانت عنده حافظة عجيبة وعجيبة جدا، فرسخت محفوظات هذا الكتاب في حافظته، ثم إذا ما سئل عن مسألة أخاض في الجواب عليها بذكر الآيات والأحاديث، ثم مع الزمن بدأ يصفي معلوماته سواء من الناحية في الرواية أو من ناحية الدراية، فنجد في بعض كتبه آثارا من دراسته الأولى حيث كان لا يزال في طلب العلم. فأرجو أن هذه الزيادة في هذا الحديث تلقاها هو من الأحياء أو من غيره من أمثال كتب الأحياء التي فيها أحاديث مما عفو ذلك، فكما قيل في الأحياء نقول من باب أولى في شيخ الإسلام تيمية اختراها وما اختراها، ولكن الله عز وجل أنعم على شيخ الإسلام بالعلم الصحيح فيما بعد حتى صار مرجعا في ذلك، حتى في علم الحديث بصورة خاصة، ودرجة أن بالغ الحافظ الذهبي فقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. نعتقد أن في هذا شيئا من المبالغة، ولكن العلماء حينما يريدون أن يظهروا منزلة العالم في علم ما، لا سيما إذا كان مظلوما، فشيخ الإسلام ابن تيمية معظوم الحق، أو يقولون مثل هذا الكلام كل حديث ما يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. إذن الكفاءة المذكور في هذين الحديثين هو ما يكفي الإنسان، لا ينقص عن حاجته ولا يزيد، هذا هو الوسط، وخير الأمور أوساطها.